يمخر عباب المحيط الهندي منذ 50 عاماً، مبحراً بين سواحله الإفريقية والأسيوية. يلقبونه بأسد البحر. هو شهاب الدين أحمد بن ماجد، المعروف أيضاً بالمعلم. فإليه يعود الفضل في تطوير فنون الملاحة العربية ووضع تعاليم صارمة للربابنة والملاحين تكفل لهم الأمن والسلامة. وكان أحمد بن ماجد قد ولد منتصف القرن 15 في جلفار، وكانت حينها عمانية، وهي اليوم بإمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية. امتهن الملاحة في ريعان الشباب على خطى والده وجده، فقاد تحت إشراف أبيه أول رحلة وهو في سن 17، كما أكب على دراسة الفلك والرياضيات والجغرافيا إلى جانب التاريخ. يؤرخون على أن مؤلفات ابن ماجد أرست الكثير من قواعد الملاحة والتقاليد البحرية التي لا تزال حتى اليوم قوانين مرعية في أعالي البحار.